I want to ask you, Mr. President. وأود أن أسألكم سيادة الرئيس. This last weekend I interviewed your friend Hosni Mubarak. أنا في الأسبوع الماضي أجريت مقابلة مع زميلكم حسني مبارك. صديقكم حسني كان صديقنا. في 16 يوليو 1979 تولى صدام حسين حكم العراق بعد انقلاب أبيض على الرئيس العراقي أحمد حسن البكر، وفي 14 أكتوبر 1981 تولى حسني مبارك حكم مصر بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في العرض العسكري المقام بمناسبة احتفال نصر أكتوبر. بعد تولي صدام حسين الحكم بحوالي عام اندلعت الحرب العراقية الإيرانية حرب الخليج الأولى في 22 سبتمبر 1980 بعد حدوث توترات بين البلدين أدت إلى حدوث اشتباكات حدودية متقطعة. لما تولى الرئيس مبارك الحكم في عام 1981 كانت الدول العربية ومن ضمنهم العراق في مقاطعة مع مصر من عام 1978 بعد توقيع الرئيس السادات لاتفاقية كامب ديفيد. وباختيار الرئيس السادات وتولي مبارك الحكم بدأت العلاقات المصرية العراقية في التحسن نسبيا، ووقتها قال صدام حسين هناك شيء جديد في مصر ورئيس جديد، كل ما يتقدم خطوة باتجاهنا علينا التقدم 10 خطوات باتجاهه. بعد حوالي 4 سنين من تولي الرئيس مبارك الحكم وبمبادرة من الملك حسين ملك الأردن، قام الرئيس مبارك والملك حسين في 18 مارس 1985 بزيارة العراق لإعلان تأييد مصر والأردن للعراق في حربها مع إيران. قامت مصر بدعم العراق في حربها مع إيران عن طريق إرسال 2600 مقاتل من قوات الصاعقة وإرسال صواريخ سكود باليستية وصواريخ مصرية من نوع صقر، وكانت مصر بتشتري صفقات أسلحة وبتقوم بإرسالها للعراق بالإضافة إلى نقل خبرات وتكتيكات للجيش العراقي. سوينا عقد مع المصريين لأن يزودونا ب 100 دبابة طراز 54-55، فرسلوا 100 دبابة وراح رئيس الأركان بالميناء. أول ما نزلوها من الباخرة مشت 200 متر 300 متر 500 متر وتوقفت، تبين إنها خردة. رئيس صدام قال له فريق جبر أخذها، خلاص إحنا نريد نحسن العلاقات ويا مصر، هذه خردة ما خردة شيلها وذبها بالمستودعات القديمة مالتك. تحسنت العلاقات بين الرئيس مبارك والرئيس صدام حسين وتكررت لقاءاتهم، وفي 5 مايو 1989 بعد وفاة وزير الدفاع العراقي وابن خال الرئيس وشقيق زوجته الفريق عدنان خير الله، سافر الرئيس مبارك للعراق لتعزية الرئيس صدام حسين. العلاقات ما تتصوريش كانت طيبة بين صدام ومبارك. أنا شفت صدام حسين بيلبسه العباية، وكان التكريم لنا كوافد مصري يفوق الخيال، صدام كان عنده نقطة ضعف مصرية عاش هنا. 8 أغسطس 1988 انتهت الحرب العراقية الإيرانية بقبول إيران والعراق بقرار مجلس الأمن رقم 589 بوقف إطلاق النار بين العراق وإيران وإعادة أسرى الحرب إلى وطنهم وانسحاب الطرفين للحدود الدولية. 16 فبراير 1989 تم تأسيس مجلس التعاون العربي في العراق بين كل من مصر والعراق والأردن واليمن الشمالي، وكان ليه أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية عسكرية، منها تحقيق التكامل الاقتصادي تدريجيا وتشجيع الاستثمارات وقيام سوق مشترك بين الدول الأعضاء وصولا إلى السوق العربية المشتركة، التنسيق العسكري والدفاع الأمني بين دول الأعضاء. لعب صدام حسين دور هام في عودة العلاقات العربية مع مصر، وفي 23 مايو 1989 انعقدت القمة العربية في المغرب بحضور الرئيس حسني مبارك، وتقرر استئناف عضوية مصر في جامعة الدول العربية لتنتهي بذلك فترة 10 سنوات من غياب مصر الرسمي والكامل عن جامعة الدول العربية. في يونيو 1989 زار الرئيس صدام حسين القاهرة، وقام الرئيس مبارك بمنح قلادة النيل أعلى وسام في جمهورية مصر العربية لأخي الرئيس صدام حسين تقديما للزعيم العربي المخلص لوطنه ولعروبته الذي يساند قضايا السلام في المنطقة، وتقديرا منا للعلاقة بين الشعبين ويقوم به الأخي الرئيس في العلاقات بين العراق ومصر، أرجو أن تقبل مني قلادة النيل وهي أعلى وسام في جمهورية مصر العربية. أخي الرئيس، إخواني، باعتزاز العربي الأخ وبإحساس العربي الذي يعتبر مصر كالعراق والقاهرة كبغداد، أدعو الله العزيز القدير أن يحفظ مصر رئيسا وشعبا وكل المخلصين من رجالها الكرام. في شهر يوليو 1990 ظهرت الأزمة العراقية الكويتية على السطح بعد اتهام العراق للكويت
بسرقة النفط العراقي من حقل الروميلا جنوب البلاد، وطالبت العراق الكويت بتسديد أكتر من 2 مليار دولار، واتهمت الكويت بأنها عن عمد تغرق سوق النفط. نفت الكويت هذه الاتهامات وردت بأن العراق هو من يحاول حفر أبار نفط على أراضيها، وبدأت تظهر وقتها قضية ترسيم الحدود المعلقة منذ استقلال الكويت عام 1961. وطالبت العراق الكويت بإلغاء الديون اللي اقترضتها منها خلال حربها ضد إيران، معتبرة إنها دافعت بيها عن هذه الدول الخليجية أيضا. وقتها بدأت الوساطات العربية لكنها فشلت، وبدأ صدام في التصعيد، وانتشرت الأخبار عن قرب قيام العراق باحتلال الكويت وحشد صدام قواته على الحدود مع الكويت. سافر الرئيس حسني مبارك للعراق يوم 24 يوليو 1990 بهدف اقناع الرئيس صدام بالعدول عن خطة غزو الكويت، فطمنه صدام انه ما عندوش النية في الهجوم على الكويت. بعدها اتجه مبارك للكويت ومنها للسعودية. قبل اول اغسطس يعني قبل الحرب، وطلعت على بغداد، كلمت مع الرئيس صدام حسين كتير وقلت له انت عندك نية تعمل حاجة كده بصراحة؟ قال لي لا، بس ما تقولش الكويت. طيب ما تقعدوا مع بعض احسن ما دام ما عندكش هذه النيه، والمشكله عماله تتعقد، ما نتفق انك وفد من عندك مع وفد من الكويت تقعدوا حتى في السعوديه وحلوا الموضوع. قال لي ولو ان انا رفضت للرئيس علي عبد الله صالح، لكن انا هكلمه وهقول له ان انا هوافق مع الرئيس مبارك عليه. طلعت من هناك على الكويت، في الطريق راح وزير خارجيه العراقي طارق عزيز خبط تصريح كده وانا في السكه، قال لي الرئيس مبارك مش جاي عشان المشكله، ده كان جاي على العلاقات الثنائيه. ازاي بس علاقات ثنائيه؟ انا طبعا اتضايقت. عادت لنفسك الريبه على الاخر. فنزلت قابلت الشيخ جابر في المطار، قلت له اسمع يا شيخ جابر، انا اتكلمت مع صدام حسين، هو قال لي مش هيعمل حاجه، بس قال لي ما اقولكوش، ما اعرفش ايه السبب، لكن واحد ياخد حذر ايا كان. واتفقت معاه على لقاء ما بين هيبعت النائب بتاعه مع الشيخ سعد، واتقابلوا في السعوديه، وهقول للملك فهد دلوقتي عشان نحاول نخف الموضوع. فوت على الملك فهد موافق على المبدا. الشيخ جابر كلمني بعد كده قال لي موافقين، راحوا في جدة والتقم، ولكن عز إبراهيم كان مبرمج لازم يقول حاجات معينة ما يقدرش يخرج برا. ما وصلوا إلى طريق مسدود، رجع عز إبراهيم والشيخ سعد رجع للكويت. بعد ما رجع بساعتين الغزو ابتدى. 2 أغسطس 1990 قامت العراق بغزو الكويت واحتلت كامل أراضيها. بعد غزو العراق للكويت طلبت الكويت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن، وانعقد المجلس واصدر القرار رقم 660 واللي ادان الغزو وطالب بانسحاب العراق من الكويت. وفي 6 اغسطس 1990 اصدر مجلس الامن قرار بفرض عقوبات اقتصاديه على العراق. في الوقت ده تبادل الرئيس مبارك والرئيس صدام العديد من الرسائل، حذر فيها الرئيس مبارك من خطوره استمرار الحال كما هو عليه، ودعا الرئيس صدام لسحب القوات العراقيه من الكويت. وكان الرئيس صدام بيرد فعلا عن الموقف العراقي والاسباب اللي دفعت العراق لاحتلال الكويت. 8 اغسطس 1990 ظهر الرئيس مبارك على التلفزيون المصري والقى خطاب عن الغزو العراقي للكويت، ودعا الى عقد مؤتمر عربي على مستوى القمه في القاهره فورا. اي انا شايف بصراحه الصوره سودة، الصوره مخيفه، وما كناش نتدارك الموضوع ده ونتحرك بسرعه رهيبه لن يكون لنا كيان، وحنبقى جثث هامده وحنتبهدل. عشان كده انا بنادي كمان مره واكرر ندائي للرئيس صدام، واكرر ندائي واطلب من الامه العربيه ان تستجيب لعقد قمه عربيه في مده لا تتجاوز ال 24 ساعه لعلنا نصل الى حل ونناقش الموضوع، وليست قمه عربيه لتبادل الاتهامات والشتائم وتمزيق ملابس بعض، وانما لحل المشكله في الاطار العربي الذي هو اكرم للامه العربيه. انعقدت القمه العربيه الطارئه في القاهره في الفتره من 9 إلى 10 أغسطس 1990، وكانت اهم القرارات اللي اتخذها القاده العرب ادانه العدوان العراقي على دوله الكويت، وعدم الاعتراف بقرار العراق بضم الكويت ليها، ومطالبه العراق بسحب قواتها فورا الى مواقعها الطبيعيه، وطالبت السعوديه بارسال قوات عربيه لمسانده قواتها المسلحه دفاعا عن اراضيها ضد اي عدوان. اختلفت الدول العربية على مشروع القرار، فقرر الرئيس مبارك طرح مشروع القرار للتصويت، وكانت النتيجة الموافقة بعدد أصوات 12 دولة. الجامعة العربية لا توافق. ماذا في الجامعة العربية يا رئيس؟ القرار ضد. الأردن توافق على القرار؟ ضد. اليمن توافق على القرار؟ ضد. امتنع عن القرار. عراق، الأردن، اليمن، ليبيا توافق على القرار؟ لا، ضد. يمتنع. السودان؟ ضد جرا. متحفظ. منظمة التحرير؟ ضد. متحفظة. موريتانيا؟ فشل القرار. موريتانيا؟ فشل القرار. متحفظ؟ متحفظ. المملكة العربية السعودية؟
موافق؟ نعم. فشل القرار. مع القرار الكويت؟ مع القرار. دولة الإمارات العربية؟ المفروض تحفظ عشان يكون أقوى منك. مع القرار. قطر؟ سلطنة عمان؟ ما يجيش. مع القرار. البحرين؟ مع القرار. مصر؟ مع القرار. سوريا؟ كيف أنت بتخرب نظام الجامعة العربية؟ الجزائر؟ يمتنع. المغرب؟ يمتنع. مع القرار. الصومال؟ هذا مغرب عربي. مع القرار. لبنان؟ مع القرار. جيبوتي؟ لماذا؟ جيبوتي؟ مع القرار. كم واحد مع القرار وكم واحد ضد؟ 11 12 أغلبية؟ لا مش أغلبية. القرار وافق عليه؟ لا لا لا. وافق على الجلسة. بدأ الخلاف بين الرئيس مبارك والرئيس صدام بعد الغزو العراقي للكويت بسبب موقف رئيس مبارك وتضامنه مع الكويت ومطالبته بانسحاب القوات العراقية من الكويت وسعيه لإصدار قرار بإدانة الغزو العراقي للكويت. في 23 أغسطس 1990 أرسل الرئيس صدام رسالة للرئيس مبارك دافع فيها عن موقفه وهاجم السعودية والكويت وبرر غزو العراق. لنتفق على أنه كل عمل أدواني هو ليس من شيمنا، فالذي حصل أنه عائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا، وحكام الكويت السابقين اختاروا الوسيلة التي يجيدونها تماما كتجار، يعرفون كيف يبتزون وكيف يستغلون وكيف يدمرون الخصم المقابل في منازل الجانب الاقتصادي. هناك ثلاث أشارات تحذير لحكام الكويت من أنهم يلعبون لعبة خطيرة عندما يمتثلون إلى المؤامرة الأمريكية الصهيونية في المنطقة. التحذير الأول حصل في الشهر الخامس في بغداد عندما انعقد مؤتمر القمة العربي في بغداد وحضره جابر الصباح، وجرى التحذير أمام كل الرؤساء والملوك العرب، وقلنا له بأن الذي تقومون به نوع من أنواع الحرب على العرب، فإن لم تكن تقصد الحرب فعليكم معالجة الأمور وإلا فإننا سنعتبره حربا. وهذا التحذير مسجل صورة وصوت وبحضور كل الملوك والرؤساء العرب. التحذير الثاني حصل والثالث حصل بخطاب لصدام حسين في نصف الشهر السابع، ومذكرة قدمت للجامعة العربية في منتصف الشهر السابع. بعد الغزو قامت الولايات المتحدة في تشكيل ائتلاف عسكري مكون من 34 دولة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بانسحاب القوات العراقية من الكويت بدون قيود أو شروط، ووصل عدد الإجمالي لجنود الائتلاف حوالي 1,000,000 جندي، وبلغت نسبة الجنود الأمريكان حوالي 74% من الجنود. أشارت التقارير الأجنبية إلى أن القوات المصرية كانت رابع أكبر قوة في قوات التحالف بعد الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا، وقدرت التقارير قدرات القوات المصرية ما بين 20 إلى 40 ألف مقاتل. برر الرئيس مبارك إرسال قوات مصرية بأنه كان قرار الشعب، وأن القرار كان بيستمد شرعيته من نبض الشارع المصري ومن اتفاقية الدفاع العربي المشترك. تحرير قوات مصرية ده شيء كبير، تحرير حرب ده شيء كبير قوي يعني. أنا راح ممكن أفقد أولادنا، نفقد اخواتنا، بس خير ابنك في القوات دي او اخوك في القوات دي، مش بسهولة ان انا اودي الناس تروح تحارب بلا للشورى. لا، ده في معاهدة، رغم ان عندي معاهدة مصادق عليها من البرلمان في الدفاع العربي المشترك، ولازم برضو رغم ان في معاهدة وقدرات دي قد خبط ديت للبرلمان، وحتى خدت موافقة البرلمان، مش وديت قوات واختاره بس، خدت موافقته كمان. صدرت بعدها سلسلة من قرارات مجلس الامن كان اهمها القرار رقم 678 واللي صدر في 29 نوفمبر 1990، حيث حدد تاريخ 15 يناير 1991 موعد نهائي للعراق لسحب قواتها من الكويت، وإلا فإن قوات الائتلاف سوف تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660. بدأ العراق محاولات إعلامية لربط مسألة اجتياح الكويت بقضايا الأمة العربية، فأعلن العراق أن أي انسحاب من الكويت يجب أن يصاحبه انسحاب سوري من لبنان وانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان. في الوقت ده تحدث الرئيس مبارك في مؤتمر صحفي لأول مرة عن قضية نعوش الطائرة، وهي وصول طائرات تحمل آلاف من نعوش المصريين العاملين في العراق، واللي بدأت بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وزادت بعد غزو العراق للكويت. وقال مبارك إن الشعب المصري لن يغير من موقفه من إدانة غزو العراق على الكويت، لأن المصريين عرفوا إزاي يتصرف في النظام العراقي تجاه المصريين العاملين في العراق. بعد انتهاء المهلة النهائية اللي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته، وفي 17 يناير 1991
شنت طائرات قوات الائتلاف حملة جوية مكثفة واسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب، حيث قامت بحوالي 110 ألف غارة جوية خلال 43 يوم بمعدل 2555 غارة يومية، استخدم خلالها حوالي 60 ألف طن من القنابل، الأمر اللي أدى لتدمير البنية التحتية للعراق. اعتمدت استراتيجية التحالف على حرب الاستنزاف، حيث تم إضعاف الجيش العراقي بالحرب الجوية. في 8 فبراير 1991 قطعت العراق علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وعاد السفير العراقي في القاهرة نبيل نجم إلى بغداد. حاولت برسائل مكتوبة للرئيس السابق صدام حسين، برسول خاصة بعتوله، بسفيره مرة بعتوله برسائل خاصة، أخذ منا مجهود كبير وحاولت المستحيل إن احنا نتفادى ما حصل للعراق نتيجة غزو الكويت. 32 ما بين رسالة مكتوبة ورسالة شفوية ونداء تلفزيوني وإذاعة ما استمعت. حاولت العراق في اللحظات الأخيرة من تجنب الحرب، ففي 22 فبراير 1991 وافقت العراق على مقترح سوفيتي بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي الكويتية خلال 3 أسابيع، على أن يتم الإشراف على الانسحاب من قبل مجلس الأمن. ما وافقتش أمريكا على المقترح وأعطت مهلة 24 ساعة فقط للقوات العراقية بإكمال انسحابها من الكويت بالكامل. 24 فبراير 1991 بدأت قوات التحالف تتوغل في الأراضي الكويتية وبدأت عملية تحرير الكويت. 26 فبراير 1991 بدأ الجيش العراقي بالانسحاب، وفي 27 فبراير 1991 أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عن تحرير الكويت. بعد انتهاء الحرب عانى العراق من الحصار الدولي ومن عزلة شديدة من معظم دول العالم سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، واللي حرمت العراقيين من الغذاء والدواء، مما أدى إلى وفاة 1.5 مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء. وأصبح العراق من أكثر دول منطقة تأخر، حيث دمرت بنيتها التحتية من مصانع ومصافي ومحطات توليد ومحطات المياه والمجاري. أقوم لا أولا حسبي، وثانيا فهد، وثالثا الغرب وإسرائيل. موضوع الإعداد للقمة كان لتسهيل التدخل الأجنبي. التدخل الأجنبي كان انطلب قبلها. طبعا نتكلم عن التدخل الأجنبي ليه؟ طب ما نشوف إيه السبب في التدخل الأجنبي. الله، أنت احتلت الكويت، بلد عاوز دفع عن نفسه، هتعامل مع الشيطان عشان دفع عن بلدي. أما التدخل الأجنبي انطلب قبل القمة. القمة أولا لم يتصل بي أمريكي واحد أو أجنبي واحد على القمة. القمة كانت وليدة يوم الخطاب وبمبادرة من العقيد القذاف والرئيس شاذلي بن جديد والرئيس. بعد تحرير الكويت بشهرين استأنف العراق علاقاته الدبلوماسية مع مصر، وعاد السفير العراقي مرة تانية إلى القاهرة. بعد انتهاء الحرب كشف تحقيق أجرته لجنة الأمم المتحدة الخاصة التابعة للأمم المتحدة عن برنامج للأسلحة البيولوجية بدأ في العراق في أوائل الثمانينيات. في عام 1998 أصبح الإطاحة بنظام صدام سياسة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، مع سن قانون تحرير العراق اللي صدر في أعقاب طرد مفتش الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في أغسطس 1997. ومع انتخاب جورج دبليو بوش رئيسا لأمريكا في عام 2000 تحركت الولايات المتحدة نحو سياسة أكثر عدوانية تجاه العراق. وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 بدأ التصعيد الأمريكي والتحرك الرسمي لغزو العراق. 19 مارس 2003 بدأ الغزو الأمريكي للعراق بمشاركة قوات بريطانية وأسترالية وبولندية، واستمرت العمليات حوالي شهر ونص. أعلن بعدها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش رسميا في 1 مايو 2003 عن انتهاء العمليات القتالية الكبرى وسقوط نظام صدام حسين. في 13 ديسمبر 2003 تم القبض على صدام حسين وبدأت جلسات التحقيق الابتدائية معاه، وفي عام 2005 بدأت عملية محاكمة صدام، وفي 5 نوفمبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها بالإعدام شنقا على صدام حسين. كيف كان شعورك وانت وملقى القبض عليه صدام؟ كنت تتوقع أن النهاية له سيادة الرئيس هو العمل في نفس النهاية؟ واحد يقول لك أنا عندي النووي ولا عنده النووي ولا عنده باب. هو كان معه شوية فلوس وعاوز ياخد فلوس البترول اللي في الخليج كلها عشان يبقى قوة كبيرة وعاوز يبقى زعامة، بس الزعامة مش بالعافية وتخوف الناس أبدا إطلاقا يعني. لكن هو إيه يعني؟ طب ما هو مع إيران حربه 8 سنين، شوف موت كم مواطن عراقي، شوف الاقتصاد العراقي اتبهدل قد إيه. كان الفلوس اللي صرفها على القتال، كان زمان العراق دي أغنى دولة عربية في المنطقة، أغنى من السعودية وغير السعودية، أغنى من الكويت، أغنى من الإمارات، لو فلوسها استخدمت استخدام الصحيح. دولة فيها نهرين، فيها أرض زراعية تأكل العالم العربي كله، فيها بترول واحتياطي تاني احتياطي في العالم، وفيها شعب كان تعداده 14-15 مليون، يعني مفيش مشاكل. وقتها أمر رئيس مبارك بوساطة لمحاولة تخفيف الحكم، وفي 30 ديسمبر 2006 نفذ حكم الإعدام في صدام حسين. لما صدام قرروا قتله الأمريكان أو العراقيين، دخلنا بقوة وبعدين
الشيخ حمد كلم حسني مبارك بالتليفون في الليل، قال له أنا حاولت، قال له فخامة الرئيس لازم تحط ثقلك وتحاول إنه ما في داعي يقتل، خلاص ممسوك ينسجن كذا لين نشوف إن الإعدام عن الإعدام. فأنا عارف إنه حسني مبارك اتصل بالأمريكان وقال لهم إنه هذه الخطوة قد تستفز العالم العربي وما في داعي لها، وكان رد بوش الرفض لهذه الخطوة لأنه هذا مات حسني مبارك وصدام مات، لازم أقول الحقيقة هذه تمت. في عام 2010 صرح الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جورج دبليو بوش في مذكراته لحظات حاسمة إن الرئيس مبارك بلغ أمريكا بأن صدام يمتلك أسلحة كيماوية، فنفى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس مبارك سليمان عواد صدور تصريحات من هذا النوع من الرئيس مبارك. One last thing, you pointed out that you were warned, I believe, by the Egyptian president Mubarak, I believe. Mubarak told Tommy, yeah, Tommy Franks, that Saddam had biological weapons. Be ready. اللي بيقارنوا مثلا بعبد الناصر، لا وجه للمقارنة على الإطلاق، وأنا بقولها بالفم المليان. عبد الناصر كان راجل وطني محرر من الاستعمار، لم يرق قطرة دماء واحد أبدا إطلاقا. لا يمكن من الظلم البغيض إن أنا أقارن عبد الناصر بصدام حسين إطلاقا. بيشوف معارضين موقف مبارك تجاه غزو العراق للكويت بان مبارك اخطا في اتخاذ قراره بادانه غزو الكويت، واخطا لما ارسل قوات من الجيش المصري لتحرير الكويت، وان تصرفاته كانت لكسب رضا الامريكان، وانه تحرك فقط بسبب مكاسب شخصيه اهمها الغاء ديون مصر. ماذا لو كانت مصر اختارت ان تؤيد العراق في غزوها لدوله الكويت؟ اولا علاقاتنا هتتمزق في العالم كله، محدش هيحترمنا، واي مواطن مصري عرضه يتقال له كلام سخيف جدا في اي زياره بره. ازاي احنا من كمصر تؤيد غزو دولة على دولة وتهين شعبها وتطردهم وتحتلها؟ لا كانت هتبقى صعبة جدا. وبقى العالم بره، العالم الحر، العالم المتحضر، مش ممكن ابدا هيدينا، هيسكت، هيدينا نؤيد الغزو ازاي؟ هنقف ضد امريكا وضد اوروبا وضد الدول العربية اذا ما لناش بقى علاقة مع حد. وبيشوف مؤيدين موقف مبارك تجاه غزو العراق للكويت ان موقفه كان تاريخي، وانه لعب دور محوري في تحرير الكويت، وان مبارك عنوان للوفاء والاخلاص، وان موقفه موقف زعيم ملتزم بقضايا العروبة، وانه سعب موقفه الرافض للاحتلال العراقي لحقن دماء الأشقاء العرب لما حاول بكل قوته إقناع صدام حسين بسحب قواته من الكويت، لكن صدام أصر على عناده. وفي النهاية اكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم من موقف الرئيس حسني مبارك تجاه الغزو العراقي للكويت.